انا عايزك تفتكر، انا عايزك تفتكر انت بتبيع الجنه بايه. عارفين كان في ملك زمان مثل بالامثله، وكانت بنته جميله قوي قوي، وكل ما يتقدم لها واحد يرفضه، لغايه ما تقدم لها شاب حس انه شاب كويس قوي، قال له انت اللي اختارك لبنتي، وبعد كده قال له جهز القصر بتاع بنتي، القصر اهو وهتجهزه على حسابي، خد الخدامه انزلوا هاتوا عفش، لان الخدامه هي اللي عارفه بنتي بتحب عفش شكله ايه، نزل مع الخدامه يجيب العفش، خد الخدامه هاتوا الستاير، خد الخدامه وهاتوا النجف، خد الخدامه وهاتوا السيراميك، خد الخدامه. بعد ما جه ميعاد الجواز، فالملك بيقول له خلاص هتتجوز بنتي، قال له لا انا عايز اتجوز الخدامه. ازاي؟ لان هي دي اللي بيروح معاها وبيجي معاها، ما عادش بيشوف الاميره. احنا يا جماعه سيبنا الاميره وخدنا الخدامه، الاميره اللي هي الجنه والخدامه اللي هي الدنيا، احنا لان احنا قاعدين نبص للدنيا تعلقنا بالدنيا ونسينا الاميره، نسينا الملك الحقيقي في الجنه. يا جماعه يا جماعه والله ما حد له عذر، المباح عامل زي ملعب كره كبير، والحرام عامل زي بركه طين، احنا سيبنا الملعب الكبير وقعدنا نزلنا في بركه الطين. ربنا احللنا كل المشروبات الا الخمره، كل الاطعمه الا لحم الخنزير، كل اشجار الجنه الا شجره واحده بس لادم. اشمعنى يا جماعه؟ ليه يا اخوانا؟ محدش له عذر، المباح هما للدنيا.